اروح مع حضراتكم على الدوري او كره الطائره رجال، او زي ما بيقال على في كل مكان الماسترز او الاساتذه. الحقيقه فازوا بالدوري العام في الجوله القبل الاخيره، او حسموا الدوري العام بالجوله القبل الاخيره بعد الفوز على نادي طلائع الجيش 3-1. طيب دي المره الكام في تاريخنا؟ دي المره ال 32 في تاريخنا، متصدرين طبعا بفارق كبير جدا عن اقرب المنافسين، وللمره الثالثه على التوالي، وده انجاز كبير برضو ما حصلش في التاريخ غير مرتين قبل كده، ان تاخد الدوري النادي الاهلي 3 مرات ورا بعض. ده كان انجاز كبير الحقيقه. كابتن محمد مصلحي ميدو الحقيقه سعيد جدا بهذا الانجاز، وده كان المخرج الكبير لهذا الانجاز وللفرقه اللي انتم شايفينها دلوقتي. الاهلي فاز على نادي طلائع الجيش نتيجه 3-1. الاهلي هيلعب ان شاء الله بكره في المباراه الختاميه او اخر جوله مع نادي الزمالك في صاله المقاولين العرب. المباراه طبعا تحصيل حاصل، ولكن طبعا رجال الكره الطائره داخلين المباراه بروح المكسب والفوز عشان يكونوا في المقدمه، او يبقى مراسم توزيع او استلام الدرع تكون ان شاء الله بعد فوز على نادي الزمالك. خلينا اقول لحضراتكم ان كاميرا الابطال كانت مع فرقتنا وهي بتلعب مباراه طلائع الجيش، صورنا تقرير نشوفه مع حضراتكم وارجع تاني. الحمد لله، يعني احساس طبعا رائع ان انت تكسبي دوري احنا محتاجينه جدا والنادي محتاجه جدا. ببارك لجمهور النادي الاهلي على الفوز دوت، وان شاء الله تعودنا نقفل الصفحه دي بسرعه، وان شاء الله نلتفت للكاس. ان شاء الله عندنا قبل نهائي مع الزمالك يوم 21، وقبلها في ماتش الزمالك، يعني هو تحصيل حاصل بس بطوله برضو خاصه، وان شاء الله ربنا يوفقنا فيها. كنت منبه ان دي ماتش بطوله، مش عايزين نلجا ان احنا نروح ماتش الزمالك واحنا يعني غير ان احنا واحنا كسبانين. الشوط الثاني لما طلعنا شويه عليهم هم جابونا والحقونا، دي كانت صعبه شويه، لكن الحمد لله يعني اقدر اقول لك ان الفرقه يعني الواضح من السكور الحمد لله الثلاث جيمات اللي احنا خدناهم كنا متسيدينهم بفضل الارسالات، يعني الحمد لله مهيئين، يعني هم عارفين كويس جدا ان ماتش زي دوت ان شاء الله يعني لازم ان شاء الله باذن الله يبقى نكسب، يعني او يعني هنعمل اللي علينا عشان خاطر نثبت برضو ان احنا جادرين بالدوري ان شاء الله. المباراه دي ليها طابع خاص، مباراه زمالك، وخاصه ان احنا عايزين نرد اعتبارنا عشان الراوند الاولاني احنا خسرنا في الاسماعيليه، فان شاء الله يكون ماتش الاثنين ده رد اعتبار لنهايه الدوري، وان احنا نبقى كسبانين واحنا بنستلم الكاس. النقطه الثانيه ان احنا هنقابل الزمالك بعد اسبوع من ماتش يوم الاثنين في السيمي فاينال لكاس مصر. طبعا الحمد لله رب العالمين، مش جديد عن فرقتنا الحمد لله، بنحسم رقم الدوري قبل ما الدوري ينتهي الحمد لله بماتش. طبعا احساس جميل جدا بعد فتره توقف كبيره. بشكر الله، بشكر الجهاز الفني، مجهود عالي جدا بذلناه الفتره اللي فاتت، والحمد لله رب العالمين قدرنا نحسم الدوري باذن الله. اصعب مباراه، مباراه زي اليوم النهارده اللي انت بتحسمي بيها لقب الدوري طبعا بتبقى مهمه. عندنا المباراه الجايه طبعا مباراه الزمالك، طبعا مباراه ليها طعم خاص، ديربي في كل الرياضيات زي ما الناس عارفه، مباراه خاصه طبعا بغض النظر خلاص حسمنا الدوري، ان شاء الله طبعا مساعدينها عشان حصل اخفاق لينا الدور الاولاني، ان شاء الله رب العالمين نقدر نحسم اللقاء الثاني لينا ونبارك للناس ان شاء الله على الدوري باذن الله. كل مباراه صعبه بالنسبه لنا، يعني حضرتك عارفه يعني اللي بقالك فتره مريحه 4 شهور، وبدات مره واحده هتبداي اقول لك الدوري بعد شهر ونص، طبعا الموضوع صعب جدا. فكان بالنسبه لنا كل ماتش بيبقى صعب، ان انت مش عايز تخسري بنقط، وبينك وبين الزمالك 4 بونت، ودي حاجه برده مش كتير، ده قليل جدا يعني ماتش، فالموضوع كان صعب. فانت عليك ضغط ولود اللي انت عايز تحافظي على الـ4 بونت اللي انت لازم تكسبي الماتشات كلها 3-0 3-1، فده كان لود جدا على اللعيبه، ولكن الحمد لله احنا متعودين على كده، اللي احنا اتربينا على ده، واتربينا اللي احنا الحمد لله نشيل المسؤوليه، والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر وكسبنا الدوري، ودي كانت حاجه بالنسبه لنا مهمه جدا. يعني بعد توقف الكورونا فحصل دروب للفرقه، لكل المستوى كله طبعا نزل ولازم الاول وجديد، بس الحمد لله اللي قدرنا ان احنا نسيطر على الموقف، والحمد لله طبعا دي اللي احنا خدنا بطوله الدوري، والحمد لله فاضل لنا ماتشين ان شاء الله الكاس، وان شاء الله هيبقى الثلاثيه باذن الله برضه. كل التوفيق بكرة إن شاء الله لفريق كرة الطائرة رجال، مهم جدا طبعا الفوز على نادي الزمالك، وبكرة إن شاء الله يتم تسليم درع
الدوري العام للفريقين بإذن الله.